الوغ ساعة ساعة كنسمع الوالدين كيهضروا بحال هكا على وليداتهم، يا لطيف على جيل شحال مفلس، ولي 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 عرفتي شنو، الله ينجينا هذا الجيل لا يوقفنا عليه وما تقدريش تعولي عليه. ولي 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 الا كان غير هذا الجيل ديال دابا بحال البقرة العاقرة، فريمون ما ينفع ما يضر. الوغ اللي بغيت نقول لكم، الا كتهضروا هكا على وليداتكم قفرتوها، حيت هكا غادي يوليو. علاش؟ الواحد كما كتهضر عليه وكما شفتيه كما كيولي، سورتو الى الكلام خارج من فم ديال لا مامو او اولا لو بابا. الوغ غنديكم معايا 1854، ايه كما سمعتوا 1854، واحد السيده جالسه هي وليدها، وليدها عنده شي 6 سنين ولا شي حاجه، وصلت واحد البرا حلات البرا قراتها وشويه تبهضات، وجا الوليد قال لها ماما شنو قريتي، شنو كيقولوا هذيك فهذيك ديك البرا قريتيها شنو كتقول؟ كتقول ويلي يا حبيبه ديالي هاد البرا كتقول بما انت واحد الوليد ما منكش جوج، وليد ماشي ما شاء الله عليك فايت الجيل ديالك، وليد لي تالمو ما شاء الله انتيليجون قافز، ما بقاش يمكن لك تقدر تمشي للمدرسه وتقرا مع الاخرين. علاش؟ حيت الاخرين ماشي هما في المستوى ديالك، ودابا من اليوم فصاعدا غيخصك واحد البيئه اللي هي اختصاصيه ليك انت بوحدك اللي غادي تقرا فيها، حيت انت فايت الاخرين. في نظركم على من كنهضر؟ كنهضر على توماس اديسون. اليوم احنا في استوديو، الا كتشوفوني مزيان ما مظلماش حيت كاين الضو، الضو ناتج على لي ريغيرش اللي دارنا توماس اديسون. تخيلوا معايا دابا في لحظه واحده كان غيالمون قرات له لا ليتر اللي كانت جات. علاش؟ باسكو في لوطوبيوغرافي ديال توماس اديسون شي 50 عام من بعد كان كيرحل حويجاته ويطيح في هذيك لا ليتر ديال الوالده ديالو اللي كانت وصلتها داك النهار. قراها، اشنو كان فيها مكتوب؟ كان فيها مكتوب شوف لالا، مع كامل الاسف ولدك ماشي في المستوى، ولدك ما قافش، ولدك ما قادش يتبع النيفو ديال القسم، ولهذا غادي نطردوه. الوغ تخيلوا معايا كنت قرات عليه غير مولا ليتر، راه ما كانش عندنا الضو اليوم، راه يمكن توماس اديسون ما كانش غادي يكون وصل للمرحله اللي وصل ليها. شنو اللي بغيت نقول لكم من مورا هاد لو ميساج؟ عندنا واحد المثله كتقول فيما حطيتي راسك كتلقاه. ايوا انا غادي نقول لك لا اللي هي انت هي الام، غنقول لك سيدي اللي انت هو الاب، فيما حطيتي ولدك غتلقاه. حطيتيه في مستوى اللي هو حاضر مكلخ مجلج مزفت مبؤس مفافي مضعضع، تماك غتلقاه. حطيتيه في شي بلاصه اللي كتقولوا انت تبارك الله عليك ظريف وغزال وانتيليجون وما منك جوج وانت هو القمر ديال الدنيا والعالم، تماك غتلقاه. الله يخليكم الاباء، عندكم شي حاجه سميتها الشفوي الله يداوي. ايوا نخمم 20000 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص، نعرف شنو غادي نخرج من فمي لولدي، حيت يا اما غنطلع له المعنويه يمكن ندير منه ان فيتور توما اديسون، اولا غنهبط له المعنويه ومن بعد كتولي كيجيب لك الله راك والده مسخوط وراه مسكين ما دار حتى حاجه. البيئه اللي غادي تخليه يتربى فيها غيخليك تولدي يا اما وليدي غتكوني فخوره به، يا اما وليدي غيشكل لك ويسبب لك المشاكل.